لكرم جابر اللي كان حديث المدينه في وقت من فتره مش من بعيده يعني، وكان في كلام كتير على فكره انه قادم من بعيد وبعد غياب طويل عن المنافسات في هذه الرياضه، طبعا هي المصارعه الرومانيه، عوده من جديد، وكان في اعلانات ان هو هيشارك بالفعل في طبعا منافسات الدوره الاولمبيه القادمه مرورا ببطوله سابقه المفروض ان هو كان هيشارك فيها. اللي حصل ايه بقى يا حضرات؟ اللي حصل ان كرم جابر يعني طبعا بطلنا الاولمبي في المصارعه الرومانيه اعلن اعتزال هذه اللعبه بشكل نهائي بعد ما اتعرض لاصابه خلال الفتره اللي فاتت منعته من المشاركه في التصفيات الافريقيه المؤهله لاولمبياد باريس. كرم جابر من ابطال مصر في الاولمبياد، وطبعا صاحب تاريخ كبير وحقق ميداليه ذهبيه قبل كده في اولمبياد اتينا في 2004 وفضيه اولمبياد لندن 2012، وكمان حقق الميداليه الفضيه مرتين في بطوله العالم للمصارعه الرومانيه، الكلام ده كان سنه 2002 وكمان سنه 2003. امبارح كرم جابر كتب على حساب الشخصي في موقع الفيسبوك بيان أعلم من خلاله الاعتذار عن المشاركة في تصفيات إفريقيا المؤهلة لأولمبياد باريس، وبالتالي اعتزال اللعبة بالكامل والانضمام لتدريب منتخبات مصر. أكيد بنتمنى له كل التوفيق في كل خطواته اللي جاية. احنا بنتكلم على بطل مصري استثنائي بالمعنى الحرفي. شوف بقى، أنا من الناس اللي زعلت جدا على هذا الخبر. ليه؟ لأسباب كتيرة. أولا كرم من اللعيبة فعلا الاستثنائية اللي تقدر تقول عليها فعلا لن يقرر بسهولة. كل الناس بتقرر بس لن يقرر بسهولة. مش سهل ان انت تلاقي حد في الاصرار بتاعه. لما سمعنا فعلا يا كريم واحنا اتكلمنا ده هنا في 10 الصبح، كنا سمعنا ان هو هيعود مرة تانية وبيأمل ان هو كمان يشارك في اولمبياد باريس، وقلنا ده هيكون شيء اسطوري والاول مرة هتتم، يعني مش هنقول كبر سنه بس هو مش صغير وبقاله فترة طويلة كمان كان منقطع عن هذه الرياضة، لكن عودته مرة تانية ومشاركته في بعض البطولات كمان اللي كانت مؤهلة كان امر رائع جدا وادى امل لشباب كتيره. صحيح. جدا مفيش حاجه اسمها مستحيل. صحيح. يعني طول ما انت عندك هدف وبتسعى ليه هتوصل، ليه لا؟ في بقى اقدار بتبقى يعني يمكن مكتوبه ملناش يد فيها، فزي الاصابه اللي حصلت له. انا اعتقد يا كريم لولا الاصابه دي كان كرم جابر عادي جدا، كان ممكن يكون عنده الفرصه ان هو يتاهل ويكمل حتى مشواره مش يعتزل، وكان ممكن يعمل شغل كمان في البطوله نفسها لو كان وصل لها. طبعا بالفعل. طبعا للاسف الشديد دي حاجه بتبقى خارج عن اراده بقى الشخص. لكن لن ينسى كرم جابر، لن ينسى، بطل كبير. واحنا اصلا في السنوات الماضيه في بدايه الالفينيات احنا ما كناش نسمع عن أبطال مصريين أصلا، فنادرا يعني نادرا وإحنا صغيرين والألفينيات وبدايتها كنا منسمعش غير كل فين وفين لما يطلع بطل مصري كده يشرفك في محفل دولي كبير. فطبعا يعني أعتقد برضو المسيرة لن تنتهي، نتمنى أن هو يكون ليه يد وبصمة برضو في هذه الرياضة، سواء على بقى هنا صعيد التحكيم أو التدريب أو الإدارة، كل ده أعتقد هيبقى مهم جدا كمان. هو كده كده هيبقى له دور إن شاء الله في التدريب الفترة اللي جاية، ولازم مهم. لازم نستفيد من خبراته. احنا بنتكلم على لاعب عالمي بالمعنى حرف الكلمة، احنا بنتكلم على لاعب مصري بدون مبالغة نال إشادة من كل دول العالم من خلال مشاركاته السابقة في كل البطولات اللي شارك فيها. كرم جابر ليه ستايل شديد الخصوصية، حتى هو ليه كاريزما كمان شديدة الخصوصية. كنا نتمنى فعلا ان الرحلة ما تنتهيش يعني عند النقطة دي، لكن انت عارف انا اعرف ناس اصدقاء ليا يعرفوه على المستوى الشخصي، شوف هو عامل ازاي. هو بقى على الصعيد التاني حنين جدا وبيحب الاطفال جدا. جميل. وعارف اللي هو شكل تاني خالص، يعني فعلا زي ما بيتقال ما يغركش المنظر. صحيح. فلا من الناس، ومعظم على فكره الناس الضخمه دي او القويه قوي بتبقى حنينه من جواها جدا. فعلى كل حال نتمنى ليه طبعا كل التوفيق في خطواته القادمه. ننتقل مع